تسببت تغريدة مسيئة لمذيع قناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بحق حجاج بيت الله الحرام في استياء الملايين من المسلمين. نشر القاسم صورة لحجاج بيت الله أثناء وقوفهم على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم وعلق عليها ساخرا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، في استهزاء واضح بآيات القرآن وتحد صارخ لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وهو ما دفع رواد موقع تويتر للرد على مذيع القناة القطرية البريطاني الجنسية وتدشين حملة مقاطعة ضد كل مذيعي قناة الجزيرة أو القنوات الذين يبثون سمومهم باتجاه العرب والمسلمين على مواقع التواصل، الأمر الذي أجبر القاسم على حذف إساءته.